لوحده، مثلا زوجك كان عارف واحدة، يعني احتمالية ان انت زي واخد خبطة كده، يعني واخد خبطة، واخد صدمة، يعني ما بين ان انت تصدق ولا ما تصدقش، يعني كأن حصل معاك موقف جزء جواك عايز يصدق الموقف ده وجزء تاني بيقول مستحيل، هي مرحلة الانكار شوية. فمعرفش هل انتوا حصل معاكوا خلال ال 24 ساعة او الفترة البسيطة الاخيرة دي حاجة مخليك مش قادر تستوعب بالظبط وايه اللي بيحصل او ازاي ده حصل. ويمكن تكونوا كنتوا مخدوعين في حد لفترة طويلة، يعني ممكن تكونوا كنتوا مخدوعين في شخص، مخدوعين في حبيب، مخدوعين في فربما في حد روحاني على او في حد يدعي روحاني، خليني اقول كده، يعني ممكن منكم حد انت تكون رحت الشخص على انه روحاني لبسك في حيطة. دون الخوض في تفاصيل لان دي طاقة عامة انا مش عارفة قراءات